صار في شغلتين واضحين. أول شغلة سارش وبلبول من سابع المستحيلات يتفقوا أو يصيروا رفقة، وتاني شي براقي وسارش بلشوا طريقهم. في شرارة حب صغيرة ومع الأيام بتكبر. لهالسبب سارش مستعد يساوي أي شي مشان تكون براقية مبسوطة، وكمان براقية كتير بتدير بالها على سارش. لهيك براقية بحياتها ما فاتت بعلاقة مع حدا، لأنه عرفان كتير منيح إنه بدها تكفي كل حياتها جنب سارش وبس. الحظ والنصيب والقدر، في ناس بتآمن فيهم وفي ناس ما بتآمن. في كتير من اللي حوالينا منحلم نقضي حياتنا معهم، بس ما حدا بيعرف. بيجوز القريب منا يضل دايماً غريب، والغريب يصير قريب. نحنا ما منعرف شو هو الطريق اللي لازم نروح فيه، أو شو الطريق اللي لازم يحقق كل أحلامنا. ما حدا بيعرف باللي رح يصير بعدين، أو حتى يمكن ما حدا بده يعرف. عالحالتين عايشين حياتنا. الناس بيقولوا عنه القدر، بس أنا بدي أعيش، وما بيهمني لا القدر ولا النصيب. لما تحب اسأل هالقلب بيدلك طريقك، وين دمعة بن وضحكة شب أشواق بتجمع الاتنين. همك تجمع بس فلوس، ما عندك كيف أهوي